إذن شكرا للدرك الملكي والعناصر الدرك الملكي برسلمة على الطريقة الاحترافية والطريقة اللي يعني العبرة للراية المغربية. هذا الراية اللي كانت مرمية في واحد المكان اللي هو مكان ديال عبارة عن جبلة، كانوا جوج ديال الرايات، وحدة فيها حوالي 10 متر أو 12 وحدة فيها 4 متر. إذن شكرا للدرك الملكي مرة ثانية.